إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين وعلى سيدنا محمد في الآخرين وعلى سيدنا محمد في المرسلين وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تتطور الأحداث سريعاً، صراعات داخل البلاد، جفاف اقترب وقحط يسير إلى الناس، والكهنة لا يريدون إلا مصالحهم، ويوسف يحاول قدر إمكانه إصلاح أمور البلاد رغم كل هذه الظروف. Thank you.
يا ملك البلاد، نحن نسعى بكل قوة لإمساك هؤلاء الخونة الذين سرقوا القمح. وإلى متى سيستمر المعبد في اللعب بمقدرات هذه البلاد؟ أنا أيضاً ينتابني شك في كهنة المعبد. علينا أن نبحث عن القمح في المعبد يا زخار، أظنهم سرقوه. آه من هؤلاء المفسدين في الأرض. نعم يا مولاي، لكن هذه لن تكون المرة الأخيرة. إذن فلتراقبهم يا زخار حتى تعلم فيما يفكرون. هذا ما سوف أفعله. هل التقيت يوسف يا مولاي؟ لا، سوف ألتقيه، إن يوسف منشغل بأمور الزراعة والاقتصاد. ويبذل قصارى جهده في هذا يا مولاي. يوسف هذا هو الذي يعمل من أجل مصلحة الآخرين، ويحاول قدر إمكانه إصلاح هذه البلاد رغم كل هذه الظروف. إذا كان ما قلته صحيحاً، فلا بد أن نخفي القمح أو نحرقه. لقد بدأوا في البحث عن لصوص القمح، ونحن اللصوص، فإذا ما انكشف أمرنا سيتم القبض علينا. القمح الآن في مخازن المعبد المحرمة، ولا يستطيعون الوصول إليها أبداً يا كبير الكاهن. علينا أن نخفيه في مكان آخر، فلربما هاجمتنا قوات الملك. سوف أخطط لهذا. لا وقت للتفكير، فلينقل القمح الليلة. سأنفذ كل ما تقوله، فأنت أعلم بمصالحنا منا. حينها سنرى ماذا سيفعل يوسف إذا ما حاول إنقاذ البلاد من الجفاف القادم. ما هذا الذي يحدث في ملكك يا ولدي؟ إني أخشى عليك من هؤلاء الكهنة الذين كنت أظنهم يخدمون الإله آمون، ولكن هم يبحثون عن ثراء وجاه ومال ولا يخافون من أحد. وأنا أظن أنهم من سرقوا القمح. نعم، هم من سرقوه بالتأكيد. ماذا بك يا أمي؟ أنا خائفة عليك يا ولدي من مكر هؤلاء الكهنة. لا تخافي يا أمي، فأنا أقوى مما تتخيلين. لا تخافي. احترس منهم يا ولدي، فلهم أتباع من عباد آمون. لا تخافي يا أمي، لا تخافي، فأنا ملك البلاد. لا تخافي، سأقضي عليهم آجلا أم عاجلا. أهكذا تكون نهاية الفرسان يا عزيز مصر؟ أهكذا تموت في فراشك موتة الجبناء الضعفاء الذين رماهم المرض على أعتاب مقابرهم؟ أهكذا، أهكذا تموت وحيدا دون أن يشعر بك أحد يا عزيز مصر؟ أهكذا تمر السنون، سنون العز والجاه والسلطان، وتلقى مصيرك الآن كأفقر الناس وأضعفهم؟ أهكذا؟ يا ملك البلاد وحميها، أنت زوجي وسندي، أنت رجل الدولة،
قم من مرضك، لا تتركني لذل الوحدة والعذاب. ليس لمثلك أن تطلب الحماية من رجل مريض. أطلب المغفرة يا عزيز مصر. المغفرة؟ لم أعد أملك الثواب ولا العقاب، لم أعد أملك أي شيء يا زوجتي. إذن سأتركك لتستريح. ماذا لو مات عزيز مصر؟ أين ستعيش زليخة؟ وما هو مصيرها؟ وما هو مصيرها في هذا القصر؟ لم يعد لدي في هذه الحياة ما أبكي عليه. عزيز مصر على وشك الموت، هو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، ونحن لا نملك أي شيء، لا نملك أي شيء. هيا نجهز القوافل، فلدينا تجارة وسفر كبير يا يهوذا. عليك أن تبعث في طلب بنيامين حتى يجهز معنا هذه القوافل. إن بنيامين دائما يذكرني بيوسف، نفسه طيبة وروحه جميلة. يوسف، يوسف، هذه العقدة التي ليس لها أي حل، عقدة ليس لها أي حل. هذه جريمة لا يمكن أن أغفرها لنفسي أبدا. أنا لا أعرف ما الذي دفعني بكل هذه القسوة لفعل هذه الجريمة البشعة. لقد ظلمنا أبانا ظلما كبيرا بهذه الجريمة، لقد فقد بصره بسبب حزنه على يوسف. نحن من فعل هذا بأبينا، نحن من فعل هذا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعله يفرج عنا هذا الكرب. لا، أنا لا أريد لابني الملك أن يموت يا زخار. لا تقولي هذا يا مولاتي، أرى أن الشر يقترب منه. تقصدين كهنة المعبد؟ نعم يا زخار، الكهنة، الكهنة. سنقضي عليهم قريبا يا مولاتي. يا زخار، هم أقوى مما تتخيلون، هم أقوياء بالفعل، احترسوا. ظل يعقوب يبكي على فراق يوسف، وكيف لا وهو نور عينه وحبيبه. فقده دون أي سبب غير أن إخوة يوسف حسدوه وغاروا منه وغدروا به.
هيا هيا أخرجوا هذا القمح من المخازن. لابد أن ينتهي هذا العمل قبل أن تداهمنا قوات الملك. يوسف الكريم ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان من الصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت قال لو مات كده ذنب كبير احنا خلاص نرمي في البيت نسي ساعتها يا رب كبير خرجوا من ظلمات البير عاش ابن إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبي المحسنين الصادقين على الظلم كان من الصابرين ظلم جديد اتعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين